معرض بالمركز الثقافي الإسلامي أعاد الزائرة إلى عهد الكتاتيب واللوحة وصمغ البلوط وقلم القصبة، أين كان الكتاب منارة القرى والمداشر في الريف الجزائري. كان هذا الجامع يضم قضية تعليم القرآن الكريم، وهي رسالة كانت موجودة في كل الأرياف والمدن. ونحن نعرف الجامع، ما يعرف الجامع هو عبارة عن غرفة صغيرة تتكون يعني مبنية من الحجارة، ويلتقي فيها أعيان ورجال الدشرة وكذلك للطلبة والتلاميذ الصغار. كتاتيب تخرج من صلبها رجال أئمة وحفظة للقرآن الكريم بوسائل أقل ما يقال عنها أنها كانت جد بسيطة. وسائل الطباعة ما كانتش موجودة، فهذه هي الوسيلة الأولى للتعلم بالنسبة للأجيال في مختلف المراحل. كذلك الشيء المهم في هذه القضية هو نقص المصاحف، فتوجد مصحف واحد ولا زوج ولا موجودين عند الشيخ وهو اللي يقول وهما يرددوا. عمي رابح زغدان وهو مدير ثقافة سابق التقيناه بالمعرض وبحنين الماضي راح يسترجع ذاكرته 60 سنة إلى الخلف. نستعمل دائما هذا القصب، نديره على شكل قلم، نجيب اللي هي الدواية أو المحبرة اللي هي صمغ نحيوه من البلوط. لما نحفظ التلميذ يحفظ هذه الآية مثلا الأولى أو الثانية، يجيب مادة أخرى اللي هي من الطين تعرف بالصيصان. عبر هذه الكتاتيب مر آلاف الرجال، كانوا أطفالا يكبرون في عيون أسرهم وأهالي القرية كلما تقدم حفظهم للقرآن. يحتفل بها ويروح للدار والعائلة يحتفلوا به ويقولوا الطفل مثلا وصل العامة، هو في عمره مثلا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5. قصبة وتراب ومداد ثمار تفوق بها الأولون في مختلف العلوم وحفظوا كتاب الله، وقاوموا بالكتاتيب مستعمرا أبسط وسائله مطابع صناعية، فلا غرابة أن يشد المعرض كل زائر له حنين لأب أو جد. كانت هذه الأدوات بالنسبة له هي السلاح، سلاح الحياة.